بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه ايها الاخوة، ينطلق صوت جديد هنا، صوتنا السادس، هو الصوت الاول الرئيسي للجحدان الصعوب. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق والناموس للاخوة المشاركين الحاضرين في معركة الصعوبة. اتمنى ان شاء الله بالغافرية، عبد الله بن راشد بن سعيد بالغافرية من يقدم الديجور، ولكن من الجانب الاخر سكري بالضلوع، محمد بن راشد، محمد بالضلوع، الاجتبي المركز الثالث، علي بن معبد سبت السويدي، رابع المراكز شاهين، خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الخامس عمر بن معبد سالم الرزي الشامسي. هكذا كانت نتيجتنا. الله بالضلوع على هذا الحضور الجميل وهذا الحضور المميز. محمد بن راشد، محمد بن ضلوع، الاجتبي من يقدم سكر، ولكن ياكم راعي مجره وجر الشوط. الله الله ما شاء الله، تبارك الرحمن تبارك الرحمن يا ابو يمعة، تبارك الرحمن على هذا الحضور الجميل. ما شاء الله من ديجور الديجور والديجور، ولكن الرزي اليوم يومك يا الرزي، اليوم يومك يا الرزي، ما شاء الله تبارك الرحمن بالغافرية والرزي، والرزي وبالغافرية، ولكن عمر بن يمعة سالم الرزي الشامسي باحث عن النقطة الثانية بالغافرية يحاول، ولكن الرزي إلى المرة الثانية إلى العوير إلى ابن رزي، والتاريخ يعرف طريقة يا الرزي. المركز الثاني عبد الله بن راشد بن سعيد بالغافرية، المركز الثالث خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، المركز الرابع للسيد أيها الإخوة هناك محمد راشد، محمد بن ضلوع، وفي المركز الخامس علي بن يمعة بن سبت السويدي، وسادس المراكز والمركز السادس أيها الإخوة التوقيت دقيقة 51 ثانية 36 جزمة الثانية بصباحي. هكذا كانت نتيجتنا لمراكزنا، دعناها عليكم بالفوت تمام.